بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم في دورة طاقة الرياح الويند إنرجي، وهي الدورة الثانية في سلسلة موضوعات الطاقة المتجددة المطروحة على موقع إيديتوريال. يقدم لكم هذه الدورة معاذ أبو طعمة، طالب في كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية من الأردن. طبعا ملاحظة، يمكنك متابعة كل ما هو جديد على موقع إيديتوريال عن طريق صفحة الأرب نتس المرتبطة مباشرة مع الموقع، أو عن طريق صفحتي على الفيسبوك، واللي راح أعرض عليها كل شيء بيتخصص بموضوع الطاقة المتجددة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو أشياء أخرى. الآن في هاي الجزئية التاسعة راح نناقش مكونات التوربين الهوائي، ونشوف طبعا بشكل عام، احنا لانه راح نخصص يعني محاضرات تفصيلية لكل جزء، ولكن هون بدنا احنا الهدف من هاي المحاضرة انه يعني نستوعب او يعني يصير عندنا خلفية عن تكوين المنظومة كاملة، بحيث انه احنا نحكي عن الاجزاء، يعني يكون عندنا تصور ولو مبدئي وين موقعه وين او شو يعني وظيفته بشكل عام، هيك بشكل سريع جدا، تمام، قبل ما اننا ندخل على التفصيل. طبعا هاي الصورة اللي في أمامي بتبين اللي هو تكوين التوربين الهوائي من الداخل، فخلينا نستعرض على السريع شو هن الأجزاء هاي. بداية الروتر، وهو العضو الدوار، يعني الآن هنا العضو الدوار اللي هو اللي بده يدور كامل، تمام، على اساس انه ينطيني حركة لعند الجنريتر. طبعا عندنا البيتش، وهو الجزء يعني المتصل مع الروتر من البليد الشفرات، وعندنا هاي طبعا هاي البيتش اللي بنحكي عنه، وهي البليد اللي هي الشفرات اللي احنا عالجناها سابقا. الان في داخل التوربين بنلاحظ انه العضو الدوار هذا مرتبط مع شفط، الشفط اللي هو بده ينقل الحركة. الان هذا الشفط لو سبيد شفط، ليش؟ لانه عندي انا جير بوكس راح يعمل على رفع السرعة، تمام، له مسننين هيو او عجلتين، تمام، لانه احنا بنعرف انه التورك هو قوة بذراع، تمام، فلذلك الان كل ما زاد عندي انا حجم الـ يعني الـ الـ الترس هذا او العجل هذا، فبصير ان العزم اكبر، تمام. طبعا هاي التفصيلات كلها بس ندخل الجير بوكس ان شاء الله راح نشوفها. الان بعدين عندي الجنريتر موجود عندي هون. الآن عندي أنا الكنترولر، طبعا هذا الكنترولر وظيفته راح يكون عندي هون الأداة هاي الأنيوميتر أو الأنيوموميتر، تمام، هاي راح تقيس لي سرعة الرياح، وأيضا عندي هون الأداة هاي راح توجه لي اتجاه الرياح، يعني راح يبين عليها وين اتجاه الرياح. الآن الكنترولر هذا هو المسؤول عن إعطاء أمر لا كل من الياو درايف هون، على اساس يصير عندي ايش اللي هو حركة للكابينة كاملة، لانه هذا هو الجزء المسؤول. هي عندي الياو درايف هون هو المسنن كامل هذا، وهي عندي الياو موتور. الان في الانيميشن راح يبين كل هذا الحكي. فالان هو هذا اللي هو المسؤول عن تدوير الكابينة كاملة اللي موجودة عندي فوق، تمام. فالكنترولر بناء على اتجاه الرياح راح يعطي امر لهون، وايضا بناء على سرعة الرياح، سرعة الرياح وأيضا اتجاه الرياح، راح ينطي أمر للبيتش كنترولر اللي موجودة عندي هون جوا، على أساس تقوم بتغيير زاوية اللي هم البليد اللي موجودات عندي، بحيث أنها تحقق لي كفاءة أعلى بناء على الزاوية اللي احنا تكلمنا عنها في المحاضرات السابقة. أيضا راح يكون عندي سنسورز برضو للسرعة، بحيث أنه احنا في عنا لما عرضنا في أحد المحاضرات موضوع القدرة، حكينا انه ببلش التوربين يدور عند الكات ان سبيد، وبعدين ببلش يولد قدرة، طبعا هون الفيلوسيتي او السبيد مع الباور، وبعدين تثبت القدرة الريتد، وبصير بعدين عندي السرعة اللي لازم انا اعمل خلص عليها اوف للتوربين اللي هي الكات اون، عفوا كات اوت سبيد، تمام. الكت اوت سبيد هاي لازم انا اوقف عند التوربين، فلذلك الان هاي ايضا الكنترولر مسؤول على انه خلاص السرعة وصلت لحد خطر، تمام، فلذلك الان لازم انه احنا خلاص نوقف حركة التوربين، تمام. وهنا عندي البريك، سيفتي بريك هذا موجود عندي هون زي ما احنا ملاحظين. طبعا هاي عندي التاور، البرج
لياو موتور اللي حكينا عنه، لياو درايف. طبعا النيس الهاي اللي موجودة عندي اللي هي الكابينة نفسها، تمام، وبكون فيها أيضا زي تحديب. الآن في الأنيميشن راح نشوفه من ورا مش محدب الموضوع، ولكن من الأمام راح نلاحظ أنه أيضا في عندي جزء محدب، تمام، زي ما احنا ملاحظين. الآن هنا أخذنا فكرة عامة عن الأجزاء كاملة. طبعا هاي الصورة مبسطة أيضا بتبين لي اللي هو مداخل التوربين الهوائي من الجير بوكس والبريك والجنريتر والأشياء هاي، ولكن الصورة اللي قبل كانت أوضح. الآن الأجزاء الرئيسية للتوربين الهوائي. التوربين الهوائي يمتلك 6 أجزاء رئيسية، أجزاء رئيسية، يعني نركز على كلمة رئيسية: العضو الدوار، الروتور، المسننات، الجير بوكس، المولد، الجنريتر، نظام التحكم الكنترول سيستم اللي احنا حكينا عنه، نظام الحماية ذا بروتكشن سيستم، لأنه هسه الآن لما ننزل تحت راح نلاقي انه يعني الفولتيه، احنا بنولد على فولتيه متوسطه، راح يكون عندي هاي فولتج كومبوننت. كل هاي الاشياء ممكن اذا صار عطل لا قدر الله انه يؤدي الى يعني مشكله في التوربين. وفي فيديوهات على اليوتيوب ممكن تشوف انت توربين هوائي مولع يعني مصورينه وهو قاعد يعني النار شابه فيه. فلذلك الان عندنا كمان البرج اللي هو الحامل لهاي المنظومه. خلينا نشوف الانيميشن التالي، وان شاء الله راح تكون الفكره اوضح بكثير لانه انيميشن مفصل. راح يعني احاول اني انا اركز فيه على الاشياء اللي بتلزمنا لقدام، والهدف منه زي ما حكينا يصير عندنا تصور كامل لوضع منظومه الويند اللي عندي، واني انا اعرف بالضبط الاماكن وكيف اليه العمل بشكل مبدئي للاجزاء اللي احنا تكلمنا عنها. خلينا نشوف مع بعض. طبعا هذا الانيميشن اللي راح نعرضه هسه مفصل وجدا يعني بيجعلك زي كأنك في داخل التوربين الهوائي. طبعا المنظومة كاملة من عند قاعدة البرج الى حدية اللي هي الكابينة اللي فوق والبليد والى اخره. ويعني هو تحت عنوان What's inside a wind turbine، ماذا بداخل الويند التوربين او اللي هو التوربين الهوائي، راح نشوف احنا ونحاول ان نعلق عليه. طبعا بداية يفتتح الفيديو بأنه بحكي لك أنه معظم اللي هي الأنواع يعني الحديثة من التوربينات الهوائية هي من النوع الهوريزنتال اللي هو زي الواضح أمامي الآن في الفيديو، لأنه إحنا لما قارنا ما بين النوعين وجدنا يعني شو السلبيات اللي بتمتع فيها او يعني بتصف فيها النوع الفيرتيكال اللي هو العمودي، وكان من اهمها انه البيتس كوفيشنت لإله تقريبا هو قليل جدا، يعني ما بيجيش نصف البيتس كوفيشنت اللي هو التوربينات من النوع الهوريزنتال، تمام. فلذلك الان هذا يؤدي الى نقصان ومفاقيد كبيره من بالطاقه اللي احنا ممكن انه احنا نولدها بواسطه الفيرتيكال توربين. نكمل. طبعا زي ما احنا ملاحظين هي الشكل كيف من تحت، وهي عملية الدوران التوربين الهوائي زي ما احنا شايفين، وهي الكابينة اللي فوق كاملة بما تحمله من مكونات. هي هيك صورة ايضا اخرى. الان هنا بده يجي من يعني من الداخل. طبعا هي في كبائن الكنترول وكبائن اللي فيها لوحات التحكم والى اخره، وبدها تيجي من ورا مروحة راح نشوفها الآن. هاي في داخل البرج كيف الكيبل هاي من تحت. الآن هاي منظر عام لمزرعة من المراوح الهوائية على تل من الجبال أو مجموعة من الجبال. طبعا هنا بتثبت في البحر، طبعا زي ما احنا ملاحظين كيف القواعد المثبت عليها، وهي منظر عام كيف لإله بدور. طبعا ملاحظين الطول الفظيع للبليد الواحدة اللي موجودة عندنا. الآن بده يبلش. بحكي لك في بداية البرج من أسفل راح تلاقي بابين، الباب اللي عليه الدرج هام والباب اللي موجود في هاي الجهة. الآن القضية أنه الباب اللي تحت هذا يعني عاملينه بهذا الشكل أنه ما بتقدرش تدخل من عنده، يعني ليش ما خلوا المدخل مثلا للباب اللي تحت وتطلع، أو ليش خلوا له بابين، ليش مش باب واحد مثلا؟ لانه اسفل البرج في الباب المغلق هذا الجانب من هون راح تلاقي اللي هي معدات الهاي فولتج، تمام، لانه الان احنا بدنا نولد والتوليد زي ما حكينا انه بيتم على فولتيه متوسطه. فالان عمليه اللي هو الترانسفورمر، طبعا في بعض الترانسفورمر بعض الويند توربين بيكون الترانسفورمر موجود فوق احيانا، تمام، ولكن الان احنا
معدات الهاي فولتج راح تكون موجودة في هذا الباب المغلق، فلذلك هي بدها الآن تقوم برفع الفولتية على أساس أنه يصير يعني الإفشنسي لنقلها أكبر، تمام، على أساس أنه نحن نوصلها للمناطق الأخرى. والآن حسب الله الآن بنعطيك هسه تفصيل من الداخل كيف الوضعية. فبنلاحظ أنه إحنا عندنا هون المعدات الهاي فولتج تحت، وعندنا هون الكنترول كابينة التحكم بتبين لك مثلا اللي فيها عدادات، فيها سويتشات، فيها إلى آخره من أشياء الكنترول اللي بتتعلق في موضوع التوربين الهوائي اللي موجود عندنا فوق، مثلا ممكن سرعته، ممكن قديش التوليد الآن فيه، وإلى آخره من هاي الأشياء. فالآن هي قاعد بوصف لك نفس الحكي اللي احنا حكيناه عن الهاي فولتج والأشياء هاي. طبعا هاي الترانسفورمر هون في اللون الأخضر، ملاحظ هاي البشنج فوق، تمام، موجودات عنا. طبعا في جنبه الكابينة أيضا المتعلقة بمعدات الهاي فولتج. الآن بتطلع فينا لفوق البرج، فملاحظ أنه البرج لكل مسافة معينة في عنا زي اللي هو قاعدة أو زي يعني ركيزة موجودة عندنا. طبعا أكيد لأنه اللي بده يصعد لأعلى البرج مستحيل أنه برج على سبيل المثال بده يكون طوله 80 متر أو 85 متر بدك تطلع عليه كامل، لأنه إحنا لما عرضنا في المحاضرة السادسة على ما أظن استعرضنا سلايدات وكان بتعلق اللي هو طول أو ارتفاع التوربين الهوائي بموضوع التوليد، تمام، فكان في بعض منهم يعني ارتفاعات شاهقة تصل إلى فوق 100 متر، تمام، فلذلك يعني مستحيل انه شخص بده يطلع لفوق انه يستمر في الصعود على مرة واحدة. فالان بنلاحظ كيف انه وصار تبديل في مواقع السلم من هون لهون. طبعا هي بصف لك كيف الوضعية موجودة عندنا، كيف مثبت السلم في داخل البرج. طبعا هاي بنلاحظ احنا الكيبل اللي متصل ما بين التوربين فوق والجنريتر والمعدات اللي تحت، لأن احنا حكينا معدات الهاي فولتج موجودة تحت، الترانسفورمر تحت موجود ومثبت على جانب اللي هو البرج، على جانب البرج. الآن لفوق راح نلاحظ أنه بصير بشكل حر قبل الدخول إلى الكابينة اللي موجودة عندنا فوق. فهي زي ما احنا بنلاحظ كيف الارتفاع موجود لعندي. الآن بنصل تقريبا للمنطقة اللي هي بدها تكون تقريبا طولها بطول البليد الواحدة تقريبا. يعني هون ببلش الآن يحكي لنا كيف انه بده يصير الان الكيبل متحرر. الان الى حديت الان هو مرتبط الان بجانب البرج، ولكن الان هيو في هاي النقطة تحديدا زي ما احنا ملاحظين الان صار بشكل حر طليق، على اساس انه ايش يقدر يدخل الان من منتصف الحجرة اللي فوق. وحاكي ملاحظة هو انه البرج الان قاعد بيضيق، البرج يعني بصير اضيق، لان احنا نشوفه بشكل مخروطي تقريبا البرج تبع اللي حامل لكابينة الويند توربين. فالان هنا بنصعد قاعدين ايضا الى داخل الويند توربين زي ما احنا ملاحظين ان الان هنا وصلنا لعند المنطقة اللي بده يدخل منها الشخص اللي واصل لعند قمة الويند توربين. وحكينا ايضا يعني الان صار الكيبل محرر على اساس انه يقدر يدخل من الثقب هذا او اللي هي المنطقة هاي، لانه لو ظل مربوط في البرج بده يصير يعني بده يتثبت على الجانب ويطلع والى اخره. فالان يعني لاغراض التصميم وهي انه هون طبعا باب بدك تطلع انت من خلاله من خلال السلم وتكمل بطريقك الى حدية اللي هو اعلى المنطقة اللي حاملة للمعدات المختلفة. طبعا هاي الويند توربين لاحظ متصل مباشرة مع المعدات والكومبوننت اللي فوق، هسه راح نتعرف عليهم. الآن بنلاحظ كيف انه الويند توربين بيفتح من فوق. الآن هذا مقطع عام او منظر عام للويند توربين من الأعلى، تمام، فراح نلاحظ انه عندنا بالترتيب البليد، تمام، الشفرات، وعندنا البتش تبعتهم والأجزاء الأخرى اللي احنا وضحناهم في المحاضرة السابقة. الآن عندنا هنا الجير بوكس، بعدين عندنا السيفتي بريك، بريك الأمان، وبعدين عندنا الجنريتر، وبعدين راح نلاحظ اللي هو اللو شافت سبيد والهاي شافت سبيد وإلى آخره. الآن هاي الأجزاء، هذا السهم اللي هون راح يبين لنا اتجاه الرياح، لأنه احنا حكينا عن الرياح والدرايف راح يقوم بتحريكه الآن راح نشوفه. والجزء الثاني هذا
اللي تعرفنا عليه أيضا في المحاضرة السابقة بقيس الرياح، سرعة الرياح عفوا. خلينا نكمل. هاي بنلاحظ وين الكيبلات، تمام. لا هذا الاتصال هسه راح نحكي عنه، بس بنلاحظ انه يعني كيف الوضعية هون عندنا الآن. طبعا هاي بتكلم لك هون عن الحامل وعن الموجه الرياح، لأنه كل شيء عن طريق الكنترول على أساس أنه نحصل إحنا أكبر إيفيشنسي موجودة عندنا. طبعا راح يكون في آخر التوربين من هون، أو في الجزء الخلفي للتوربين، راح يكون في عندنا مراوح، مراوح للتبريد أيضا. الآن هي كمان بيستعرض لنا الأجزاء اللي إحنا حكينا عنهم في المحاضرة السابقة، بتكلم عن البيتش وبتكلم عن البليد أيضا. الآن هي الشافت كيف لو سبيد الهاي سبيد، راح يتكلم هون عن هون اللو سبيد وهون الهاي سبيد وهون الجير بوكس، لأنه الجير بوكس راح يزيد السرعة بعديه، تمام. بناء على راح نشرح طبعا الأوبريشن تبعه إن شاء الله في محاضرة أو جزئية تكون يعني اكبر من جزئيه او اقل حسب ما بيلزمنا للجير بوكس. طبعا هو مبدأه بشكل عام راح نشرحه. هاي السيفتي بريك، والسيفتي بريك راح نحكي شو وظيفته. لكن الان الهدف من التعريف هذا انه احنا الان بس نبلش نحكي عن الكومبوننت بشكل مفصل، يكون عندنا يعني تصور للبرج كامل وين الاجزاء هاي بتقع. هاي الجنريتر طبعا موجود عندي انا هون، اتصال الكهرباء ما بين الجنريتر عن طريق الكيبلات، طبعا بغذي الجير بوكس والأشياء هاي. طبعا هون راح يكون عندي المراوح في المكان هون، طبعا هاي نظرة عامة على البرج. من فوق ومن تحت. الآن هون بدخلنا شوي على الكابينة من الداخل، فهي الشخص وين واقف بحكي لك انه كيف انه المكان متسع، او تصور اذا في شخص واقف عندنا. فالآن بده يتحدث يعني عن التركيب الداخلي، وبنطينا صور من اعلى اللي هي هون كانت البوابة اللي بده يدخل منها على المدخل، وهي الكبائن اللي تحت، تمام. طبعا هون هاي النقطة الأولى أو أول نقطة بتصادفك، اللي هي من الحلقات اللي بتسد البرج، يعني السلم بنلاحظ إنه نازل لتحت. هاي الكيبل عندي الأسود مبين كيف أيضا. طبعا هذا من أعلى البرج صورة ناخذينها للسيارات. طبعا الآن إحنا بنلاحظ إنه الهاي فولتج موجود عندي، معدات الهاي فولتج عفوا، وأيضا اللي هو كمان الكبائن تبعت الكنترول. ولكن بيقارن هو الآن هون ما بين اللي هو حسب حجم التوربين أو قدرة التوربين على التوليد، تمام. فالآن بيختلف يعني وضعية الترانسفورمر وين بده يكون، ممكن فوق يكون، تمام، ممكن تحت، مش في منطقة مستقلة. فبيتكلم هذا على حسب اللي هو الديزاين للتوربين بناء على حجمه أو قدرته التوليدية. نكمل مع بعض. طبعا هو الآن بيستعرض هذا الاشي اللي احنا حكينا عنه، هاي كبائن الكنترول. طبعا بغض النظر الآن شو فيها هي، لكن زي ما حكينا هي نظرة عامة على أساس انه احنا نعرف الكومبوننت هاي وين كلها موجودة مع بعضها البعض. طبعا هاي منظر أيضا، هيك صور من داخله، هاي صورة عامة لإله. كيف الوضعية؟ الآن هون لما النقطة اللي تحرر فيها الكيبل، أيوة بركز عليها وبيتكلم عنها. طبعا هنا بحكي عن اللي هي طريقة أو يعني طبيعة اللي هي القاعدة هاي اللي موجودة عندنا هون. نلاحظ أنها نصف دائرية هون جاي في المنطقة هاي، على أساس أنها ايضا تسمح للكيبل بالتحرر، لانه كان غاد على يعني بنلاحظ زي مقارنه بالمناطق الاخرى هون، كانت هاي كلياتها تقريبا مغطيه كل المنطقه او كل المساحه، ولكن بناء مفتوحه من جهه السلم. الان هاي المنطقه صارت نص دائريه على اساس انه اللي هي المنطقه اللي قبل هون اللي هي هاي، على اساس انها تسمح للكيبل بالحركه، تمام.
وبعدين بيبين لك كيف انه صار من داخلها، من منتصفها الكيبل طالع، يعني زي كأنها صارت ايضا، غير انها مواقع انك تقدر توقف عليها او بدهم يحط عليها اشي، انه صارت كمان ايضا اللي هي حلقات زي او زي اداة تثبيت، تمام، لا اللي هو الكيبل. الان بنصعد، بيجي عندنا هون اللي هو موضوع الياو درايف. الان هذا الرنج، هاي حلقة ولكن من جوا مسننة، لها مسننات، تمام، وهذول موتورز الزرق اللي عليها. الان هاي هي المسؤولة عن تدوير كامل الكابينة اللي فوق مع التوربين، بحيث انها تيجي مع اتجاه الرياح، وهذا اللي احنا حكينا عنه في النوع اللي هو ايش، الاب ويند، تمام، لانه في الداون ويند لما حكينا عن الداون ويند قلنا ما في حاجة لها الياو ميكانيزم او الياو درايف. هاي طبعا في الياو درايف، انا بالضبط الياو درايف اللي هي الحلقة هاي، والياو موتور هذا، كلها على بعض بسموها اللي هو ايش، الياو ميكانيزم، تمام. الان لازم نلاحظ بشكل اكبر، طبعا هاي كيف مثبتة، وهي بنلاحظ كيف اللي هو هاي اللي هي يعني المسننات تبعات اللي هو الموتور اللي بدها تمشي على الياو درايف كامل الحلقة هاي، تمام، وتؤدي لي الى حركة كاملة للكابينة اللي احنا حكينا عنها. الان طبعا هي بيفصل فيها كيف مثبتة، وهي كيف المسننات من الداخل من هون شايفينها احنا، وكيف الآلية اللي بده يتم فيها. الآن هي يسكر لك البرج كامل. الآن هون صور من الداخل للتوربين الهوائي، تمام، وهاي الكابينة فوق كاملة بشكلها البيضوي تقريبا، طبعا على أساس أنها تساعد في الميكانيزم أيضا الرياح لما تصطدم بالتوربين الهوائي. عندنا هون طبعا ايضا هاي صور من الداخل للمعدات للكبائن في داخل التوربين. الان هون بده يكمل لنا وصف عن الكابينة. الان خلينا نلاحظ مع بعض، طبعا هو المنظر عام من فوق كيف الفتحة والتهوية أيضا اللي فوق اللي موجودة عندنا، تمام. الآن بس أيوة هي هذا اللي بدنا إياه إحنا شايفة، بس لما انكشفت اتضح عنا أيضا كيف الوضعية، وكيف أنه الفتحة هاي أيضا اللي فوق مهمة جدا، تمام، للشخص اللي ممكن أنه يكون موجود في داخل التوربين الهوائي ايضا. طبعا بتوصف لنا في كيف تصميم الكابينة، البودي تبعها، كيف يعني اغراض التصميم. طبعا احنا زي ما حكينا نظرة عامة لابرز الاشياء، هاي الجير بوكس، بعد الجير بده يروح هاي الهاي سبيد، بعدين بده يروح على الجنريتر، تمام، بيروح على الجنريتر، طبعا هاي الاسطوانات لها علاقة بأنظمة هايدروليك موجودة في داخل هذا التوربين الهوائي، ولكن احنا يعني مش موضوعنا. طبعا هاي الفتحة من الأسفل أيضا، هنا كيف الكيبلز، طبعا الآن ما هو ليش احنا حكينا ان الكيبل قبل شوي لما وضحنا، كان حكيت انا انه في الكيبل رايح باتجاه الجير بوكس. الان مع عندنا احنا موتورز كمان فوق، تمام، وعندنا وحدات كنترول، وعندنا ايضا الان الكنترول اللي بده يصير في الانجل، وبده يصير في البليد تبعت التوربين الهوائي، على اساس انه احنا ناخذ افيشنسي اعلى بناء على الشرح اللي احنا شرحناه. فالان كلها هاي بدها تتغذى من داخل الجنريتر نفسه، يعني من الجنريتر اللي بيولد عندنا في داخل التوربين.
طبعا هو المنظر أيضا آم من السطح اللي هو المدبب هذا اللي في الأمام، أو شو الأجزاء اللي ورا. الآن هي بنلاحظ هنا أيضا أن راح يكون عندنا موتورز بتعمل لي حركة للبليد، بحيث أنه تتحكم لي في الزاوية اللي إحنا حكينا عنها، اللي هو موضوع الكنترول في البليد والبتش، أساس نتحكم أيضا في الزاوية. فهيها الآن بصير أن هاي الموتورز، هاي المسننات تبعونه. الآن توضيح أكثر كيف بده يصير عندي حركة للبليد. يعني متصل من الداخل بالبليد. الآن بنشوف إذا يعني في فيديوهات أخرى بتوضح حركة البليد مزبوط في داخل التوربين الهوائي. وهيك يعني أخذنا إحنا نظرة عامة. طبعا وجدته أنا كثير أنه شيق هذا الفيديو، لأنه بفصل كثير يعني في الأجزاء الداخلية. صحيح أنه إحنا ما حكينا عن كل إشي موجود جوا، لأنه يعني بحكي يعني في بتحب أنك تشوفه باللغة الإنجليزية، لكن إحنا ركزنا على أهم الأشياء اللي بتلزمنا الآن أساس أنه نناقش اللي هو الموضوع اللي هو الكومبوننت بشكل مفصل. الآن بعد ما احنا نجتاز الكومبوننت بشكل مفصل، ممكن يصير لنا تفصيل أكبر بمثل هيك فيديو، لأنه الآن زي ما أنا حكيت يعني في شغلات يعني منقدرش نعقب عليها كثير، لأنه بلزمنا عنها معلومات أكثر. وهيك بتمنى أنه تكون الفكرة وصلت. وطبعا هيك بتمنى أنه يكون هذا الأنيميشن قد سد الحاجة أو الإشي اللي إحنا حابين أنه نعرفه عن الويند توربين مبدئيا. تمام. وإحنا ما حكيناش عن الأجزاء يعني بشكل مفصل كثير في أثناء الأنيميشن، ولكن حكينا هو الهدف منه أنه إحنا نعرف ولو نظرة سريعة عن الكومبوننت اللي موجودة، وين مواضعها خاصة عنا. وشفنا احنا كيف الكيبلات المغذية للأجزاء من عند الجنريتر فوق، وكيف الكيبل الرئيسي اللي طالع أثناء البرج، وشفنا الجير بوكس والجنريتر، وطبعا عرض لنا شو كان أشياء عن تصميم الكابينة نفسه، ولكن احنا ما بهمنا في الجزء اللي احنا بنتكلم عنه. فبتمنى أن تكون المعلومة وصلت، والأهم من ذلك أن نكون إحنا يعني صار عندنا ولو تصور لمواقع هاي الأجزاء وكيف أنها مرتبطة مع بعضها البعض. ويعطيكم ألف عافية.